يا هلا وسهلا فيكم وحياكم الله اعزائي المستمعين على اثير اذاعتكم الف الف فم. طبعا وقتنا الان مع برنامج طبابه، البرنامج الطبي الاول على اذاعه الف الف فم. معاكم من خلف المايك انا هاني المهندس، ومن الكنترول والاخراج لهذه الفتره الاستاذه هاله منصور. طبعا عنوان حلقتنا اليوم مختلف عن اي عناوين او مواضيع طرقنا لها قبل كده. نبغى نتكلم عن بوابة الجسم زي ما يقولون اللي هو الفم. طبعا معروف ان صحة الفم اكثر اهمية ولكن اكثر مما تتوقع. طيب حنتعرف اليوم على مدى تأثير صحة فمك واسنانك ولثتك على صحتك العامة. تعرف ان صحة فمك تقدم علامات على مستوى صحتك العامة، وأن المشكلات الموجودة في فمك ممكن تأثر حتى على بقية جسمك. احمي نفسك، ولكن كيف تحمي نفسك؟ هنا السؤال. حنتكلم اليوم عن طب الفم، ولكن ما هو طب الفم بالتحديد؟ وش هي المناطق حقت الجسم؟ نقول الفم يعني معروف أنه هي المنطقة في الجسم اللي مليانة بالبكتيريا لمعظمها غير ضار، لكن فمك هو نقطة الدخول فعلا، الأكسس زي ما يقول، الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، وحنتكلم عن ده الموضوع باستفاضة أكثر. ولكن قبل نروح، لكن خلينا نقول انت كيف ممكن تتواصل معنا وتعطينا اسئلتك او استفساراتك، لانه معنا اليوم طبعا دكتوره او بروفيسوره طبعا ممكن اسميها عندها الكثير من هذا العلم. يلا تواصل معنا عن طريق الواتساب، على واتساب طبعا اذاعتكم الف الف اف ام 055-66-89-001 وبعيد الرقم. بإمكانك الاستفسار وتوجيه سؤالك طبعا للنجم حلقتنا اليوم على 055-66-89-001. طبعا معانا اليوم في حلقة طبابة الدكتورة أسماء أحمد فادن، أستاذ في طب الفم بجامعة الملك سعود وبالتحديد كلية طب الأسنان. يا هلا وسهلا يا دكتورة أسماء. أهلين أهلين أستاذ هاني، أهلاً وسهلاً. يا هلا وسهلا فيك ومنورتنا كأول حلقة معانا في إذاعة ألف ألف فم، وإن شاء الله ما تكون كمان الأخيرة بإذن الله. وحب أبارك بالسنة الجديدة، الله يجعلها إن شاء الله سنة خير وبركة وصحة على كل الجميع إن شاء الله، على كل الشعب المسلم بإذن واحد أحد، وعام هجري إن شاء الله سعيد عليك وعلينا وعلى الجميع. اللهم آمين. طبعا قبل كل شيء نروح احنا زي ما يقولوا ايه على الاصل يدور، نروح طبعا على الاساس اللي هو طب الفم. دكتوره اسماء، لو سالناكي ما هو طب الفم؟ احنا مو بنتكلم بس عن الاسنان، بنتكلم عن الفم ككل، فكلمين عن هذا الطب. طب الفم هو يعني نسبيا عالميا مجال جديد. احنا نتكلم عن الطب ما نتكلم عن 600 700 سنه الاف السنوات، نتكلم عن تقريبا 100 سنه. أو أقل. نعم. طب الفم كان في عندنا طب عام وفي طب الأسنان اللي هو خاص بالأسنان. بعد كده تطور العلم وجاء اللي هي السب سبيشاليتيز، التخصصات، بعدين التخصصات الدقيقة. طب الفم يعتبر من التخصصات التابعة لطب الأسنان. نعم. طب الأسنان يعني بما يعني هو طب خاص بما يعني منطقة الرأس والعنق من ناحية الأسنان والأجزاء اللي هي تابعة لها. نعم. من غدد لعابية، من طبعا اللسان، الخد، العضلات، عضلات الرأس والعنق، الجهاز العصبي، الجهاز الليمفاوي. نعم. كل شيء تابع لي. بعد كده بدأ التخصص يعني يتمحور في مجالات معينة، فنشأ طب الفم اللي هو يعني بجميع الأجزاء اللي في الرأس والعنق اللي بعيدة عن الأسنان، اللي هي احنا نسميها الهارت تيشوز. طيب اللي هي الأنسجة الرخوية عادة. طيب اللي موجودة في الفم فعلا، الأنسجة الرخوة. معك حق. انا بالنسبة لنا احنا كطب الفم في عندنا تخصصات خاصة بالأسنان احنا اللي غير الأسنان، ما يعني هذه احنا ما ندخل في الأسنان، لا، في اي تغيرات تحصل في الأسنان برضها إحنا يعني نشخصها. تقريبا طب الفم خاص بتشخيص وعلاج، يعني مو بس علاج للأشياء، يعني نشخص الأغشية أو الأمراض
غير السنية اللي تصيب الغشاء المبطن للفم وعظم الفرج. لأنه فعلا دكتور أسماء في شيء يصيب اللثة في الأنسجة الرخوة اللي موجود أسفل الخدين لو في الداخل قصدي باللسان بالغدد العابية حتى لون الأسنان ممكن يقلب لون غريب، هذا معناته في مشكلة أصلا في الجسم. بالضبط. احنا برضو في عندنا تخصص مو تخصص اللثة. نعم. برضو يعني هو متكامل بس في تخصصات الدقيقة صارت، فصار في تخصص للأسنان، صار تخصص للثة، وإحنا أمراض الفم. علاج التهابات الفموية زي ما ذكرت حضرتك، في بكتيريا، في فطريات، في فيروسات موجودة في الفم. فعلا. هذه تكون متعايشة مع محيط الفم اللي في جسم الإنسان. بنتكلم عن البكتيريا غير الضارة أو الميكروبات الغير ضارة. أيوة، هي الميكروبات، بس إنه لما يقل مناعة جسم الإنسان بأي طريقة من الطرق، سواء حتى لو نفسيا أو مع البرد، نزلت برد أو أي سبب من الأسباب المناعية، هذه الميكروبات بتاخذ فرصتها، فإحنا نسميها بورتينوستيك، تاخذ فرصتها وتنتشر فتؤدي إلى أمراض تهدئ، يعني زي الالتهابات مثلا. بالضبط، التهابات والعدوى، وممكن حتى تخش للجسم. يعني تخيلي في أمراض زي أمراض القلب الوعائية، هذه ممكن تجي من مشاكل في بكتيريا الفم أو ميكروبات الفم. ميكروبات الفم بالضبط. برضو نشوف الأعراض الناتجة عن الأمراض المناعية. صح. الأعراض الناتجة عن تناول أدوية، يجون مرضى برضو عندهم أعراض، في سؤال مرة مهم نسألهم إن ديش بتاخذوا أدوية، يعني يكون العرض هذا جاي بس عن طريق دواء من الأدوية اللي هو بياخدها، سواء من فترة طويلة أو من فترة قصيرة، بمعنى بدأ ياخذ الدواء بعدين على طول طلعت له هذه الأعراض مثل جفاف الفم مثلا، هذا أقرب مثال. صح. أو في بعض المرضى يقولون لا أنا من زمان بأخذ هذا الدواء، ما كان يعطي مجيني هذا الشيء. ففي بعض الأحيان عندنا إحنا في طب الصيدلة إنه في أشياء تراكمية، يعني الجسم ما يتأثر إلا لما يتراكم كمية كبيرة من هذا الدواء في جسم الإنسان، فلازم يكون الدكتور يعني طب الفم احنا ناخذ وقت طويل جدا ان احنا نتكلم مع المرضى. نعم. اكثر من احنا نمارس المهنه نفسها، يعني مهنتنا تتحور مبدئيا في التاريخ الطبي، لازم اقعد وبهدوء واتكلم مع المريض واجرجره في الكلام. الشيء الغريب مش الغريب، هو شيء متوقع انه هو جاي وعنده ورم، عنده التهاب، عنده حرقان، فانت بس شوف وعالجني يا دكتور. احنا لما نسأل اسئله، انا اسال اسئله يعني خاص بالجسم، انا اسال اسئله اللي يسموه التاريخ المرضي عشان تعرفي منه ايش جاله قبل كده، ايش الاعراض اللي جاته بالتحديد زمان، عشان ممكن توصلك لايش الموضوع بالتحديد. 80% من التشخيص يعتمد على المريض، ما يعتمد على الدكتور، بس الدكتور شطارته انه يستخلص هذا المعلومات من المريض. فهمت. 80% هو المريض نفسه عنده اجابه، يعني زي اللي يحط the puzzles، يحط التركيبات مع بعض زي ما يقول عشان نوصل للموضوع. بالضبط. هو شطارة الدكتور صحيح علميا، بس كيف ينقل هذا العلم في شكل تشخيص انه هو يعني يحصل على ثقة المريض ويبدأ يسأله. من ضمن اسئلتنا احنا مثلا، نعم، في حكة في جسمك، فالمريض يستغرب يقول له ايش علاقته. له ليه علاقة كبيرة، لانه احنا بطانة الفم كلها لين الجسم كله من خارج وداخل نفس الأغشية. نعم. تختلف في الفانكشن حقت كل جزء. نعم. فلازم نسأل المريض، عندك أنت فكك يوجعك، طب عندك أنت مفصل تاني في جسمك يألمك، فبرضه يستغرب لا، لأنه هذا معناته إذا في مفاصل تاني تألمك إذا هذا الشيء عرض لأمراض، مرض مثلا روماتويد. روماتويد يعني زي حكاية الروماتيزم. ايه بالضبط، لها علاقة. طبعا دحين لما يكون مفصل بس الفك الصدغي هو اللي بيألمه، غير لما يقول لي انا هذا يألمني وجسمي وفي مفاصل تانية تألمه، اذا هنا في شيء خاص بالجسم. دكتورة ما نقدر نروح بعيد، يعني نتكلم عن ألم الأذن او ألم في نفس الجيوب الأنفية او صداع، كلها لها علاقة بالفم لو انت ملاحظة. يعني احنا اسئلتنا عشان نستبعد، يعني في اسئلتنا نسالها عشان نستبعد انه عنده التهاب في الاذن، نستبعد انه عنده التهاب في الجيوب الانفيه. نعم. يعني عشان كده احنا نقضي وقت كبير مع المريض
لنستخلص. فتلاقي انه اغلبنا احنا في طب الفم لازم نقعد مع المريض، ما في ابو يعني على طول نجلس على الكرسي ونعالج. احنا ما نعالج زي طباء الاسنان لا مختلف، انتوا انتوا دومين مختلف عن حكايه الاسنان، انتوا مسؤولين عن الاغشيه، عن اللثه الداعمه للاسنان، الامراض المتعلقه بامراض الفم ككل. طبعا دكتوره اسماء احنا بنطلع فاصل بس شوي كده بسيط عشان ونعطيكي نفس كمان شوي وحنتكلم مع دكتور اسماء بعد شوي انه طبعا متى نحتاج نروح لاستشاري طب الفم كمان بعد الفاصل. وطبعا نجمه حلقتنا اليوم الدكتوره اسماء احمد فادن، استاذ في طب الفم بجامعه الملك سعود كليه طب الاسنان. اذكركم طبعا برقم واتساب إذاعة ألف ألف أف أم من أجل استفساراتكم 055-66-89-001. أنتم تستمعون لإذاعتكم ألف ألف أف أم، لا تغير الموجة، لسه مكملين في طبابة. وحياكم الله أعزائي المستمعين، ولسه مكملين معاكم في طبابة. معاكم من خلف المايك كان المهندس، ومعنا من الإخراج وكنترول هلا منصور. طبعا وصلت اسئلتكم وان شاء الله كده في الوقت الملائم احنا حنجاوبها، بس اذكركم برقم الواتساب الخاص طبعا بالاستفسارات والاسئله الخاصه بموضوعنا اليوم عن ما هو طب الفم على 055-66-89-001. طبعا نجم حلقتنا اليوم الدكتوره اسماء احمد فادن، استاذ في طب الفم بجامعه الملك سعود كليه طب الاسنان. دكتوره اسماء حياك الله معنا. أهلين طبعا احنا وصلنا قبل شوية دكتورة أسماء على هذا السؤال اللي هو متى نحتاج فعلا، متى نحتاج أحط عليه ثلاثة خطوط نروح لاستشاري طب الفم، لأنه يعني الموضوع عشان لا يختلط علينا ودينا نعرف متى نروح له بالتحديد. طيب طب الفم ما هو طب يعني أقدر أقول لك إن أنا استشاري في طب الفم واشتغل لوحدي، لازم أشتغل مع الأمراض الجلدية، يكون علاقتي كبيرة مع استشاريين أو عيادات الجلدية، عيادات الأمراض المناعية، الروماتيزمية، الأمراض غير الجلدية، أنا قلت المناعية وبال الجهاز الهضمي، الجلدية المناعية والجهاز الهضمي، وكمان أكيد الباطنة أيوة الباطني، هذول كلهم لازم إحنا نكون في تواصل بيناتنا، لأنه مرضاهم أشوفهم ومرضايا أنا أحولهم عليهم. فما أقدر أقول لك إن أنا كطب فم أقدر أشتغل لوحدي وأشخص لوحدي وأعالج لوحدي، لا، أنا بعالج مرض في جسم إنسان، الإنسان هذا لي أعراض تانية أو إنه أمراض تانية نتج عنها هذه الأعراض. فمتى أنا أروح طب الفم؟ متى؟ كثيرين يجهلوا إنه في تخصص اسمه طب الفم، وهذا شيء يعني معروف تماماً. بالنسبة لنا إحنا في السعودية يمكن آخر 20 سنة التخصص هذا ظهر كأن هو تخصص أكاديمي بحت، حتى في أنحاء العالم كان تخصص أكاديمي بحت. لما نقول أكاديمي يعني للتدريس فقط وليس للتشخيص والعلاج اليومي. بالضبط. تشخيص للمرضى اللي يجونا في المعاهد والمستشفيات الجامعية اللي بغرض التدريس. فهو كان تخصص أكاديمي بحث لفترة طويلة، بعدين ما شاء الله لما صار في سبس بشالتي حتى في تخصصات دقيقة تحت طب الفم، بدأ هذا إنه يظهر حتى في زي ما دحين وزارة الصحة المستشفيات الخاصة صار فيها استشاريين ومتخصصين ما شاء الله لطب الفم. متى أروح أنا؟ هنا تحصل اللخبطة. أنا أغلب المرضى حقوني يكونوا محولين، نعم، طيب، من التخصصات اللي أنا ذكرتها، لأنه إيش الأمراض الجلدية المناعية الباطنية الجهاز الهضمي هذه كلها تظهر أعراض في الفم فيستعينوا بالتخصص حقتنا. طيب حلو، يعني أعرف من كلامك يكون هو رايح مثلا طيب باطنة، ولكن طبعا دكتور الباطنة حيشوف لسانه طبيعي في البداية، فإذا شاف في أشياء غير مألوفة في الفم بيحاولوا عليك على طول. بالضبط، أو أنه شاكك في مرض معين مناعي أو في جهاز الهضمي أو الجلدي، إحنا نساعده في تشخيص الظواهر اللي ظهرت في الفم. بمعنى سبحان الله دحين زي ما قلت لك داخل الفم لين الجهاز الهضمي كله لآخره، نعم، والجلد هذه كلها تقريبا نفس الأغشية، بس اللهم الفانكشنز مختلفة، اللي هو الوظائف المختلفة. نعم بالضبط، الوظائف مختلفة، بس سبحان الله لأنه الفم أغشيتها شوية أرق من بقية الجسم، نعم، فدائما إحنا نكتشف إنه الأعراض حقة الأمراض الثانية، الأمراض اللي المناعية أو
الجلدية أو الجهاز الهضمي تظهر في الفم سبحان الله قبل أي أعراض تانية. فلو ظهر في الفم يجينا المريض على أساس إنه إحنا أطباء الفم، طيب؟ نعم. فإحنا ممكن ساعتها عشان نتأكد إنه هذا المرض هو ده اللي إحنا يعني شاكين فيه، فإحنا نحوله للتخصص مثلا المناعي. نعم. أو الجلدي أو الجهاز الهضمي، هذا هم أكتر ناس إحنا نتعامل معها. ويحصل العكس، يحصل إنه المريض عنده مشاكل في الجهاز الهضمي أو مشاكل في الجلد بسبب مشاكل في الفم، يقوم يرسلوا لنا هم، إحنا عادة نأخذ الخزع هذه عشان نتأكد. فأغلب الأمراض هذه الخزعات هذه اللي نأخذها من الفم هي اللي تأكدنا لهذا المرض هو اللي إحنا شاكين فيه أو لا، أو نستبعده. سبحان الله. هذه أيوه علاقتنا بالتخصصات الثانية. فهذه طب الفم بدأت تظهر على السطح إنه تخصص هو كان يعني شبه نادر، ما أقدر أقول إنه هو عام، لا في كل أنحاء. لا هو تخصص يعتبر تخصص جديد ترى عندنا، وأنت حضرتك قلت بنفسك أكاديمي لفترة طويلة وما دخل في عالم التشخيص والطب غير من فترة، يعني مو فترة طويلة. هو المريض يلخبط يعني ما يعرف انه في طب فم، وانا لازم لما تظهر لي هذه التقرحات او الالتهابات او امراض اللغه غدد اللعابيه، نقص اللعاب، زاد اللعاب، امراض اي شيء تظهر على اللسان، هذه الاشياء او سقف الحلق لين الحنجره، فكانوا يروحوا لاطباء عاديين. طيب فكان قسم جراحة الفم هم اللي يتولوا أغلب هذه الأعراض ويحاول إنه يعني يجتهدوا ويشخصوا ويعالجوا. يعني دكتورة لو أكلمك في تقرحات تطلع في الفم مثلا، الله يحفظنا كلنا، ممكن تأدي الأمراض جنسية على سبيل المثال. بالضبط. وفي مشاكل في الكبد كمان تبين على اللسان، وهذه هي أحد الأسئلة اللي احنا نسألها، فلا يستغرب المريض. يعني أنا من ضمن الأسئلة اللي أسألها لما أنا ألاقي تقرحات أقول له في تقرحات في أماكن أخرى، فيقول لي فين؟ أقول له في الجهاز التناسلي مثلا. جدا. ففي تقرحات في المعدة، في تقرحات في أجزاء معينة من الجسم، هذه على طول تخليني أن أنا يعني إيش أحط في راسي هيكلة التشخيص. فهذه الأسئلة مرة مهمة، بس هي كيف تتسأل؟ المريض أغلبهم لفترة معينة قريبة كده كانوا مو متقبرين، يعني لازم يطالعونا يقولوا إيش دخل الفم في بقية أعضاء الجسم، مع أنه أنت تعتبري زي أنت كيف زي الروحانية اللي بتطالع فمهم كده وتقول لا أنت محتاج تروح دكتور حق ريماتويد، أنت محتاج تروح دكتور جهاز هضمي، من نظرتك على الفم واللسان والأغشية تخيل أنه بيسهل عليهم حتى يروحوا لمين. ايوه بالضبط. فكثيرين دحين بيجوني في العياده يقولوا يعني يا ريتنا كنا ندري انه في هذا التخصص من زمان، فانا بقول لهم لا هو ما في من زمان، من زمان مره. يعني الحمد لله احنا في السعوديه ما شاء الله تبارك الله من اوائل الدول العربيه اللي انشانا البورد السعودي في طب امراض الفم، واعتمدت هذا التخصص كشيء مهم فعلا. أول دفعة. ما شاء الله. أول دفعة الحمد لله هذه السنة، فالحمد لله. وفي خريجين كثير ما شاء الله رجعوا من دول أمريكا وأوروبا. ممتاز. طب الفم. فطب الفم كان هو أكاديمي في الجامعات فقط، الآن في جميع وزارة الصحة ما شاء الله في زملاء كثيرين وزميلات في البرايفت في الخاص في المستشفيات والعيادات. ف اي بس يعني زي ما يقولوا جديد على السوق. هو جديد ولسه في مرحله ان ذا بروسس، مرحله الانتشار حاليا. بالضبط. وانا انصح اي احد يعني بحسب خبرتي انصح اي خريجين جدد او نيو كامرز الجدد اللي جايين من برا او نعم. خريجين انهم يتواصلوا مع العيادات اللي انا ذكرتها، لانه ان احنا ما نقدر نشتغل لوحدنا، لانه انت كيف بكيف معاهم، يعني عارفه كيف متواصل زي الايقونه مع بعض. بالضبط متكاملين. وانا على تواصل شخصي، يعني انا اتواصل معهم اقول لهم هذا المريض. في بعض الدكاتره جدا 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 رائعين لدرجه ان عن طريق تويتر اتواصل معهم، اقول للمريض انت تتعالج عند مين؟ عند فلان، يدور عليه في تويتر اتواصل معه. وجدا في حتى امراض نفسيه، يعني هذا كمان موضوع انا اتمنى ان احنا نتكلم فيه في هذا البرنامج. امراض نفسيه خاصه ممكن تبين على الفم. هو اذا بعد الفاصل هو شوفي انا اقول لك شغله، يعني انا عارفها، يعني مثلا في نوبات قلق معينه او نوبات اكتئاب تعمل جفاف في الفم مثلا.
بالضبط. وأدوية معينة حقت، وكمان في أدوية حقت نفسية بتأثر على الفم، دائما مكتوب هذا الشيء. أدوية الضغط، أدوية نفسية، أدوية الهستامين حقت الحساسية فعلا، هذه كلها تسبب جفاف في الفم. في عندي مريض جاني هو وصاحبه جدا مرعوب مرعوب، وقال لي جيب صاحبي أساس أنه لو يطلع هو سرطان الفم فأنا أوصي صاحبي. قلت له إيش مشكلته؟ قال لي فيه تقرحات غير طبيعية، يعني في شيء مو طبيعي من هذه التقرحات. نعم. وجاي صاحبه معاي يقول ما أبغى أبلغ أهلي، فإيش فيه؟ قال لي عندي جفاف الفم وعندي حرقان. أنا في سؤال سألته، هو سؤال طبعا ضروري إحنا نسأله، إيش تستخدم معجون أسنان وهل غيرت معجون أسنان؟ قال لي إيه، وقبل حوالي 6 شهور غيرت معجون أسنان. متى بدأت الأعراض؟ قال لي يمكن حوالي 4 شهور. طيب وريني إيش هو معجون الأسنان. وراني معجون الأسنان فيها مادة إحنا نسميها SLS. طيب هذه هي تسبب الرغوة في بعض معجين الأسنان، فتساعد على تلميع شوية أو تبييض الأسنان. طيب فقلت له بس وقف وتعلي بعد أسبوعين، اختفى تماما. يعني عملت له ردة فعل تحسسية على شكل تقرحات. أيوة تقرحات وحرقان في اللسان، وينتج عنه برضو الالتهاب، هذا الحرقان ينتج عنه إنه اللعاب يقل، فهو على طول بعيد. والSLS هذه ناس كثيرين يستخدموه، كلنا ما بيأثر علينا، بس سبحان الله في بعض الناس يأثر عليهم، عنده حساسية وردة فعل. ففي هذه الأشياء اللي احنا لازم نكون في طب الفم فعلا فعلا صبورين ونسمع، يعني المريض الدكتور لازم يكون مستمع جيد. لا تهمل أبدا أي معلومة بيقولها المريض. ممتاز. يعني ما في انه اللي هو بسرعة يلا باخذ منك، عندك شيء يوجعك ما عندك، لا ما ينفع. انا اقعد مع المريض لين افصصه بالضبط، اخذ منه معلومات دقيقة، ويكون هو هذا السبب. جاني بعد اسبوعين مختفي، جاب لي هدية، فبقول له لا ما في داعي، يقول لي والله انا كنت خايف اموت. لانه ما تلومي وضعه تقرحات في الفم وشكلها غريب، هذا شيء يرعبه اصلا. وهذه الثقة. لا دكتورة من جد، أنتوا بوابة الصحة تعتبروا، ليش؟ لأنكم أنتوا بتتكلموا عن بوابة الجسم اللي هي الفم، ترى هي بيت الداء والدواء، يعني الواحد يأخذ أدويته وأكله وكل شيء. اللسان مراية، والابتسامة تقوي الشخصية، كل شيء في الفم. يعني تخيل، يعني يقولك لسانك حصانك، عاد ما بالك لسانك وصحتك ومرضك كمان. دكتورة إحنا مكملين، بس حنطلع فاصل كده بسيط حلو، وحنتكلم طبعا مع دكتورة أسماء عن شغلة مرة حلوة هي قالت التخصص هذا نادر، فنبغى نتكلم على فين نلاقي أطباء طب وأمراض الفم. لا تروحوا بعيد، مكملين مع دكتورة أسماء أحمد فادن، أستاذ في طب الفم بجامعة الملك سعود كلية طب الأسنان. رقم الواتساب من أجل استفساراتكم يلا على 055-66-89-001. ولسه في موضوعنا مع اليوم، موضوعنا الشيق، الموضوع المختلف فعلا اللي هو ما هو طب الفم، مع الدكتورة أسماء أحمد فادن أستاذ في طب الفم بجامعة الملك سعود كلية طب الأسنان، ومعكم من خلف المايك أنا هاني المهندس، وأقول لكم رقم الواتساب يلا سيلتكم وصلت 055-66-89-001. دكتورة أسماء أهلين، عشان لا يزعلوا مننا المستمعين ترى في كم سؤال نبغى نجاوب، وش رايك؟ يعني برضو هم فرحانين فيك كده وبيسألوا، فيلا نجاوب على كم سؤال. طبعا في سؤال من الأخ نقول له يعطيك العافية على سؤالك، يقول دكتورة أسماء بالله وش هو سبب خروج الدم من اللثة على أتفه الأسباب، وهل في شيء لعلاجه؟ لأنه من كلام طبعا الشخص هذا أنه طول الوقت يطلع دم، حكة، تفريشة، أي شيء. ايوه بالنسبه لخروج الفم هو برضو ممكن يكون بسبب التهاب في اللثه، التهابات في اللثه، فمن يوم انا بدون سبب بدون تفريش وكذا يخرج فم، هذا لازم يراجع طبيب الاسنان. اذا مع التفريش يشوف طبيب الاسنان ممكن يحوله لاخصائي صحه الفم عشان يشيل السبب الرئيسي اللي هو التكلسات اللي هي اللي بتسبب هذه الالتهابات، بس برضو لازم نتأكد لأنه مو علامة طيبة ترى حكاية اللي هو النزيف المستمر في اللثة. لا أبدا، الفم الصحي ما يطلع منه نزيف أكيد، بس لازم إحنا كدورا إحنا نتأكد إنه الدم هذا طالع من اللثة. يعني أنت دحين لما تجي المريض يقول لنا أنا يطلع من فمي دم، طيب أنا أتأكد إذا كان طالع من اللثة طيب، طبعا عامة أو في نقاط معينة
أشوف أفحص وأحوله لاستشاري اللثة. طيب أساس إني أشوف علاج، لكن إذا كان طالع من مكان تاني غير اللثة فهذا لازم إحنا نسوي يعني أشياء تانية على أساس نشوف إيش سبب النزف هذا ومن فين يطلع. بس طبعا بالنسبة لسؤال، وبما أنه بيطلع من اللثة يفضل أروح عند واحد مختص باللثة بالضبط، وليس طيب أسنان عادي وانتهينا. إذا كان هو متأكد أنه من اللثة وطبعا بالضبط يروح لأخصائي اللثة. وفي سؤال ثاني عن نفس القضية هذه طبعا دكتور أسماء، يقول أنا عندي فطريات في اللثة تجيني بشكل مستمر من فترة طويلة بالرغم أني أستخدم معجون الأسنان بشكل مستمر، ما هو السبب؟ طيب أنا بدي أسأل، هو كيف أعرف أنه فطريات؟ أنا كطبيبة أسنان طب الفم أنا ما أعرف أنه هذا عنده فطريات ولا لا إلا لما أسوي اختبار فطريات، أو إذا كان عنده يعني أعراض جدا واضحة وهذه مراحل متقدمة من الفطريات، إصابة بالفطريات حتى تأكد أنه فطريات. المشكلة أنه المرضى هذا في موضوع اللي أنا بتكلم فيه اللي هو التشخيص عن طريق المريض نفسه، هو يشخص نفسه. أنا أقول لهم دائما إذا أنتوا تبغوا تشخصوا خلاص قولونا عشان إحنا نقعد في البيت، أو نقدر نقول هذه الكلمة إيش يقول سقراط، تكلم حتى أراك. فكل هو ما تكلم أكثر عن الأعراض كل ما الطبيب سهل على نفسه وعليه إنه يعرف التشخيص. ايوه بس لا يشخص المريض، مو دورك انت تشخص، لا الدكتور ياخذ المعلومات ويعرف التشخيص. ايوه فهو لما جاء شخص هذا المريض قال انا عندي فطريات، انا هذه على اساس انت قصدك تقول عندك فطريات؟ على اساس عندك فطريات. الفطريات اذا كانت المرحله الاولى يعني المرحله المتقدمه شويه، طيب احنا لازم ناخذ مسحه وارسلها للمعمل، او اذا كان هو عنده مرض مناعي، لأنه الفطريات عادة تكون في الأطفال الخدج الصغار. نعم. اللي يكون لسه مناعتهم ما تكونت، يكون في اللي هو كبار السن المرض اللي مناعتهم بدأت تقل. نعم. ويكون في اللي عندهم أمراض مناعية يعني ما عندهم يعني نقول أمراض مناعية مناعتهم ضعيفة تخلي في فطريات تطلع لهم. نعم هنا تطلع فطريات. أما أي واحد عنده أي شيء في فمه، أنا للأسف جاني كذا مريض وقيدهم خلاص نخلص علاج الفطريات ويقول لي ما راح لأنه ما فطريات. طب أنت كيف عرفت الفطريات؟ قال لي ما أدري أنا رحت الصيدلي ما احترام الشيء. لا مو دكتور الصيدلي، مو دكتور لا يشخص الصيدلي، يعطي أدوية فقط وبوصف الدكتور كمان. من ضمن الأشياء اللي أبغى أقولها أنه يعني أخصائيين طب الفم لازم يكونوا تيم، من التيم اللي أنا مكوناته معايا الصيدلي. أنا جدا جدا أحترم مكانه لأنه يعرف أشياء أنا ما أعرفها، لكن هو يعرف حدوده وأنا أعرف حدوده. هو لي تخصصه كمان ودكتور لي تخصصه. نعم أيوة، يعني أنا لما أرسل المريض يشتري دواء الصيدلي يقول لي دكتورة هذا الدواء الجرعة اللي أنت كتبتيها مو موجودة في جرعة تانية، فأنا أعدل في الجرعة. ممكن عشان كمان من ضمن التيم اللي أنا أشتغل معاه غير استشاري الجلدية واستشاري المناعة روماتيزم والباطنية الصيدلي، عندي أرقام الصيدلي. نعم. جوالي، وأنا المرضى أقول لهم اتصلوا بي إذا أعطيتهم دواء معين، أقول لهم اتصلوا بي لأنه احتمال، لأنه في السوق بكل شوي بنزلنا دواء جديد، فأنا أعطيهم دواء يقولوا لي مو موجود، فأنا بقول للصيدلي بديل إيش اللي هو alternative أو بديل لهذا الدواء، أو إنه إيش الجرعة، يقول لي الجرعة اللي أنت كتبتيها ما هي موجودة في السوق خلاص، طيب إيش الجرعة الثانية وأعدل له الدواء. فبرضو الصيدلي يكون هو برضو عارف حدوده ويعرف حدودي أنا. جميل جميل جميل. المريض ما يشخص عند الصيدلاني. لا الصيدلاني ما عنده حتى الأدوات اللي تساعده على التشخيص، يعني إحنا بنكلمه مو زي الدكتور. إحنا أنا كطبيبة صعب علي إن أنا أشخص إنه هذا فطريات. فالمريض الأخ اللي سأل قال أنا عندي فطريات، تأكد إنه أنت عندك فطريات ولا لا، لأنك لو تأخذ 20 سنة مضاد الفطريات وما راحت الأعراض لأنه ما هو فطريات يعني بكل بساطة. طبعا هو محتاج دكتورة، طب اللي بيعرف عنده فطريات يتوجه لمين بالتحديد عشان يعمل هذا التحليل في المختبر؟ طب الفم هو ياخده خزعة كده وشي بسيط صح؟ أيوة، أخذ له مسحة أو إني أشوف أعراض وأعرف من تاريخ الطبي إنه هو هاي ريسك، يعني من المؤهلين إنه يكون عنده أمراض فطريات. طيب فأنا أتأكد وأوصف له الدواء.
طيب دكتورة في سؤال كمان معليش أنا حتعبك بالأسئلة بس يعني حبايبك كثير الحمد لله. دكتورة سناء في أحد الأشخاص بيسأل سؤال جميل يقول لك السلام عليكم دكتورة زوجتي طيب أنا حقولها من غير ما أقول اسمك يقول زوجتي ريحة فمها يعني صعبة غير كويسة حتى بعد استخدام معجون الأسنان بساعة ترجع ريحة الفم مرة ثانية وهذا السبب طبعا بين الأزواج صعب هو مو قادر يقول لي على هذا الموضوع فإيش رأيك إيش اللي تنصحي يسوي بالتحديد على أساس أنه هذه المشكلة تروح من زوجته. طيب ممتاز هذا برضو من الأعراض طبعا حط في بالك دكتورة سناء أنه أسنانها كويسة أيوة فهذا إذن ما له علاقة بالأسنان. طيب أو السبب الرئيسي اللي راح تفهم هو التسوسات فهي لازم تتأكد إنه ما عندها تسوسات ولا عندها التهاب في اللثة هذا عن طريق طبيب الأسنان. نعم قال ما عندك تسوس وما عندك أمراض لثة أو إنه يعني أمراض اللثة اللي عندك ما تؤدي إلى ظهور هذه الكمية الرائحة. طيب إحنا سميناها هاليتوسيس اللي هي الرائحة المبخرة اللي من الفم. احنا اول شيء نستبعد انه يكون في تسوس انه هو سبب رئيسي والتهاب اللثة. اذا ما عندها او انها عالجت هذا الاثنين سوت العلاج وعالجت هذول الاثنين برضو ما زال في عندها الريحة احنا اول شيء نفكر في اشياء يعني بعدها ايش الاشياء اللي بعدها. عندها التهابات اللوز المتكررة تطلع ريحة في الفم خصوصا لما يكون عدوى بكتيرية. طيب عندنا حتى الساينسز اللي هي الجيوب الأنفية لما تصير فيها عدوى لأنها موصولة بالجهاز التنفسي والأنف يعني يفتح على الفم. طيب. صح أيوة فهذه كلها لازم نستبعد فإحنا نرسلها برضو لازم ضروري نرسل المريض إذا كانت أكدنا أنه ما في أي سبب أسنان ولا لسه نرسلها نشوف الاي ان تي اخصائيين الانف والاذن والحنجره يستبعدوا لنا او ياكدوا لنا التهاب في الحل او التهاب في الجيوب الانفيه او مشكله في الامعاء ممكن في المعده يمكن او في الجهاز الهضمي وبعد كده ندخل على الجهاز الهضمي. عشان كده انا بقول انه هو الفم مترابط فاحنا لا ناخذ وقتنا. عشان كده احنا صبورين ولازم المريض يكون صبور لانه احنا ما عندنا عصا سحريه اشر بها واقول له انا عرفت ايش سبب رائحه الفم. لازم نكون صبور معانا ونستبعد شيء. احدى طرق التشخيص هي استبعاد الامراض الاخرى. طيب حلو. انا استبعد انه عنده امراض في الفم التهابات وتورمات برضو تطلع رائحة في الفم. الجهاز الهضمي شيء اساسي جدا وبالذات في بعض الاعراض بعض الناس يقول ريحة فمنا سيئة لغاية ما شربنا مويه كثير مثلا في اشياء بسيطة ممكن تؤدي لريحة الفم. بالضبط التهابات الفم التهابات المعدة أنا من ضمن الأسئلة اللي أسألها المرضى لما يكون عندهم أعراض في الفم أنا أسأل لازم ضروري كيف راحتك للحمام مثلا فعلا حكم الله لا لازم ضروري أسألهم في علاقة ضروري. في علاقة يا دكتورة فعلا ضروري واحد يقول لي لا والله ما أروح غير يمكن مرة في الأسبوع في عنده مشكلة المشكلة هذه برضه بتطلع على فوق هي سبحان الله زي الماسورة سبحان الله سبحان الله آخر الجهاز الهضمي. ففي واحد يقول لي والله أنا عندي إسهال متكرر الفترة الأخيرة هذا يعني في يعني لي بالنسبة لي أنا أشياء ثانية كمان في تقرحات في فممكن إن أنا أطلب كمان منظار لي هذا الشيء يكون مع جهاز الهضمي أقول إن أنا شاكك في مرض معين أو مرضين فنبغى نستبعد هذه الأمراض عن طريق المنظار. يا دكتورة سناء اللي خوفي كمان أسماء إنه المشكلة إنه في ناس عندهم يكون مرض سكري وهم مو معرفين وبيعكس ريحته على الفم كمان. بالضبط هذه عاد الريحة تكون شوية متميزة. طيب فبرضو المريض الطبيب لازم يعني إحنا نغامر إحنا نقرب جدا من وجه المريض ونقرب جدا إحنا كأطباء أسنان من فم المريض بسبب العدوى وهذه الأشياء الكورونا هذه الأشياء فأخذنا حرصنا فترة طويلة لكن إحدى طرق التشخيص ترين إن إحنا نشم ريحة المريض وريحة فم المريض إن هذا من ضمن الأشياء المهمة فعلا طبعا لأنه في الأسيتون الكيتون سوري اللي هو ريحة مريض السكر صح فهذه برضو يعني من ضمن الأسئلة أنت عندك سكر متى مرة آخر مرة كشفت لسكر الدم بتاخد أدوية ولا لا لأنه كمان السكر والأدوية وإذا كان متصاحب بالضغط يسوي جفاف الفم يستطلع ريحة ممتاز فعلا وريحة سيئة كمان
ايوه احنا شويه كيف نتكلم جف فمنا على طول نحس انه فيه. فتخيل لما يكون مريض مستمر الجفاف ده, فلله سبحان الله اللعاب يعني غسول للفم. فبرضو المريض يعني مره يهمنا انه يجيب لنا لسته الادويه. دحين الحمد لله مع الجوالات المرضى يجوني فاقول لهم ايش بتاخذ ادويه, يقول والله ذاك الاصفر وفي له خط احمر. لا ما اعرف اصفر أبدأ يعني. الشركات مختلفة فعلا. أقول لهم صوروه إذا في ولدك بنتك في البيت, أقول لهم بس جمعوا لي الأدوية كده رصوها جنبها وصوروه وارسلوه للوالدة الآن يعني على بال ما أنا أكون في العيادة أشوف الأدوية. فهذه طريقة كثير كثير اختصرت علي حتى زيارة المريض المرة اللي جاية عشان يوريني إيش الدواء, او اني انا اخبر في شكل الدواء يعني اعتقد انه هذا الدواء هو اللي قصده شريط احمر وما ادري. لا خلاص صوروا لي هو. طيب في واحدة يعني جاتني شغلتها قالت لها رص الدواء وصوري لي هو. فعلا شوف ببساطة سبحان التكنولوجيا خدمت والله جدا جدا. فاشوف الادوية في اسباب كثيرة اعراض في الفم, اسباب الادوية غير جفاف الفم, في تقرحات, في التهابات تكون أسبابها الأدوية. فهذا إحنا لازم نكون على تواصل مع دكاترتهم, يا أما يغيروا الجرعة يا أما يغيروا الدواء أساس تخف الأعراض. ممتاز ممتاز فعلا كويس أنك أنت بتنبهيهم على هذه النقطة عشان بالعكس بتنقذهم وبتساعدهم على شيء كثير. دكتورة أسماء كالعادة يلا فاصل وبنرجع ما راح نطول خلاص إحنا قربنا خلاص لخاتمة البرنامج ما شاء الله. طيب لسه معانا مكملة دكتورة أسماء أحمد فادن أستاذة في طب الفم بجامعة الملك سعود كلية طب الأسنان, معكم من خلف المايك كان المهندس طبابة مستمر معاكم لا تروحوا بعيد. وحياكم الله أعزائي المستمعين ومكملين معاكم في حلقتنا ولكن مع الفقرة الأخيرة من برنامج طبابة, معكم من خلف المايك كان المهندس. وطبعا ضيفتنا اليوم ونجمتنا دكتورة أسماء أحمد فادن أستاذ في طب الفم بجامعة الملك سعود كلية طب الأسنان. دكتورة معانا أهلين. طيب دكتورة نبغى نروح لهذا السؤال المهم إنه فين نلاقي بالتحديد أطباء طب وأمراض الفم. الفم طبعا هنا في المملكة العربية السعودية. أيوة أنا أبغى أركز على موضوع طب الفم فين نلاقيهم في جميع الجامعات الحكومية. طيب جامعة الملك سعود, جامعة كلية طب الأسنان يعني الجامعات هذه كلها, جامعة الملك خالد. احنا أسسنا جروب اللي هو استشارين وخصائين طب الفم في المملكة العربية السعودية. إن شاء الله قريبا حنسوي لهم أكاونت بحيث ان احنا نغطي جميع مناطق المملكة. تقريبا التخصص ده تغطى في مناطق المملكة بس موجودة مبدئيا في الجامعات الحكومية فقط. مو المستشفيات الحكومية, الجامعات. الجامعات إيوة الجامعات الحكومية في المناطق الكبرى زي جدة والرياض والدمام موجودين في المستشفيات. حلو. الحكومية والخاصة هنا. بس أنا عشان الوقت بس حابة أذكر برضو لي علاقة بطب الفم فين نلاقيهم في هذه الجامعات, المستشفيات الحكومية, الجامعات الخاصة الحكومية. يعني دكتور عفوا على المقاطعة, ممكن نلاقيكم مثلا في مستشفى الملك, يعني مستشفى اللي تابع لجامعة الملك سعود إلى مستشفى الملك خالد على ما أظن, كلية مستشفى الأسنان, أو مستشفى الملك عبد العزيز اللي في الرياض. جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود. طيب في لها مستشفيات أسنان. إيه هذا اللي أعرفه. ايوه موجودين ما شاء الله زملاء كثير في جامعه الملك عبد العزيز مستشفى الاسنان وفي كليه طب الاسنان. هو احنا نفس الستاف تقريبا, واحنا اللي ندرس في كليه طب الاسنان. احنا عندنا لازم عيادات طب فم في مستشفى الاسنان اكيد هذا الطبيعي. وفي جامعه الملك خالد موجودين, نجران, جيزان, جامعه الدمام موجودين متواجدين. يمكن في بعض المناطق برضو ما زال اللي في مناطق الشمال لسه ما تغطت مظبوط يعني هذا التخصص, فبيجونا مرضى من هذيك المناطق. انا جدا سعيد انكم تشغلين على الاساس حاليا عشان بيكون ان شاء الله مستقبلا الطب موجود في كل مكان في عيادات خاصه او حتى حكوميه. ايوه باذن الله تعالى. في موضوع انا بس استاذ هاني قبل تفضلي. أيوة في الموضوع الثاني اللي أنا حسيته مرة مهم اللي هو دور الأطباء في نشر المعلومات الطبية وحدود هذه المعلومات وتأثير السوشيال ميديا على المجتمع. أنا ليش مرة مهتمة؟ طبعا دحين المستمعين اللي يستمعوا حيشوفوا مثلا حسابي الأكاونت في تويتر ولا في إنستغرام. أنا كثير بتواصلوا معايا المرضى.
أنا ما أشخص عن طريق الرسائل. لا يتم التشخيص غير عن طريق الزيارة للطبيب المعالج. إيوه. هذا الشيء الطبيعي. قالوا لي ايوه لو قالوا لي لا يا دكتور انت في الرياض، اقول لهم في زميل لي في المنطقه الفلانيه روحوا له. طيب نعم. مره مهم ايوه التشخيص ما يصير انه انا لانه ايش انا جاتني يعني من زمان بيجوني مرضى انا ما اشخص، لو تشوفوا حسابي ما اشخص، بس ايش يجوني على الخاص اقول لهم تعالوا لي ما تقدروا تجوا روحوا لمكان ثاني. هذا مره شيء مهم التشخيص عن طريق الرسائل فقط. في واحدة من حفر الباطن ما هي قادرة تجيني ولا هي قادرة تروح منطقة تانية في حفر الباطن، للأسف ما في هذا التخصص. أقول لها صوري لي وارسلي لي الصور حقت فمك وارسلي لي التحاليل اللي أنا أبغاها عن طريق العيادات أو المستشفيات اللي هناك. إيه نعم قال أيوة التحاليل والصور صوري لي، لأن لازم أشوف لازم أكشف، وهي ما هي قادرة تجي الرياض جدا جدا تعبانة. فهمت فهمت. فبالتالي أنت بتعطيها البديل. وهذا البديل، البديل ده إني أنا ترسل لي الصور والتحاليل وأقعد على تواصل معها أسألها أسئلة دقيقة. فادتنا أيام الكورونا يعني المسار الدنتسكي، يعني بمعنى إنه عن طريق كلنا قاعدين في البيت لأنه كله عن بعد في أيام كورونا، كله عن بعد فعلا. بس ما يكون تشخيص زي كده يا دكتور أنا عندي التهاب اديني دواء، ما أقدر أنا أرفع أقول له أعطي هذا رقم جوالي اتصلي بي وأبغى أسألك أسئلة وأبغاك تروح تسوي هذه التحاليل وأبغى أشوف كيف تطورات القرحة اللي في فمك. يعني يعني ياخذ وقت طويل إن أنا أشخص كمان عن طريق الجوال، لأنه حضرتك قلت بنفسك لازم تتكلم مع المريض يعني دردشة شوية من القلب للقلب عشان تعرفي كل شيء منه بالضبط والتحاليل وهذه الأشياء. فهذا هنا يجي دور إحنا دورنا كأطباء. زملاء كثير ما شاء الله تبارك الله السوشيال ميديا نشيطة نشيطة نشاط مرة جميل، بس مثلا أنا كطبيبة كيف أعرف الحدود اللي أوقف عندها في نشر المعلومة هذه؟ ليش؟ لأنه أنا لما أجي أوصف قرحة في الفم طيب ونشرتها قلت أنه لازم كل واحد أي واحد يطلعه قرحة في الفم وما راضي تلتئم خلال أسبوعين هذه احتمال كبير أن تكون سرطان الفم. أشوف المرضى كلهم صار عندهم سرطان في الفم. لا كده التوهم إحنا بنتكلم. إيوة إحنا نبغى نحدد بالضبط. لازم لما أنشر المعلومة أنشر إيش هم الفئة العالية للتعرض لهذا الشيء، أو إنه أنصح إنه بزيارة الدكتور في آخر فرصة لأنه احتمال تكون، لأنه يجون المرضى متوهمين. يعني انت سيدك المسكين اللي جاك اللي يفكر عنده اللي كان بيستعمل معجون اسنان غير صحيح ومو موافق ليه، وهذا هذا مثل بسيط جدا يعني توهم المرض اللي ممكن يؤدي للمرض اعوذ بالله. بالضبط. انا معايا متدربين فبيقولوا لي دكتوره يعني الامراض النفسيه مره كثير في العياده طب الفم، اقول لهم بسبب السوشيال ميديا بسبب السوشيال ميديا. فاحنا كاطباء لما نجي صح لنشر الوعي لازم ضروري، بس لازم نحط كمان كلمات ثانية تبين للمريض أو الطرف الآخر، الطرف الآخر ما يدري إيش حدود المعلومات اللي أنت رسلت له هي. فلازم أقول له إنه مثلا المدخن أو اللي عنده أسنان مكسورة وتسقط على اللسان أو اللي عنده أمراض في معدته، يعني أحط أشياء ثانية بعدين أنصح إنه يروح طبيب أسنان لاستبعاد هذه الأمراض. بس لما نجي أقول مثلا إنه أي قرحة موجودة في فم الإنسان مدة أسبوعين هذه سرطان، لا في أمراض في جروح كثيرة تكون أكثر من أسبوعين لأن سبب الجرح ما أتشال يكون قاعد لمدة 6 شهور ممكن يؤدي إلى السرطان، لكن كمان سببه ممكن لو أشيل هذا السن المكسور خلاص راح الجرح. أيوة فبيجينا مرضى كثير هذا اسمه أعوذ بالله وسوسة تصير، تعرفي اللي هو توهم المرض اللي ممكن فعلا يؤدي إلى مشاكل مضاعفة لعلاج شيء غير مشكلة، يعني ما في مشكلة وبيعالجه. أنا عندي لستة لدكاترة نفسيين في الرياض اللي بعت المرضى حقوني ليهم، يعني لهذه الدرجة وصلت. مرة السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، السوشيال ميديا مع الأسف اللي ما يعرف يستخدمه صح ويقعد يصدق كل شيء فيه ما راح يسلم منه. بالضبط. الطبيب إحنا بنية طيبة بننشر على أساس التوعية، ففي خط رفيع بين التوعية وبين التهديد أو ما بين تهديد هو تهديد هو يعتبر تهديد فعلا تهديد بسلامة الصحة النفسية والعقلية أعوذ بالله. إحنا
احنا ما نعرف. انا مثلا احط احيانا توعيه بالامراض الفم البكتيريه مثلا، انه لو طلعت تقرحات او طعم الفم تغير او او او, أو هذه عندك بكتيريا مدرف، هو يروح على طول عند الصيدلاني يقول له اعطيني مضاد حيوي مضمضه ولا شيء، دكتوره ما راح من نفسه لنفسه كذا. وبعدين شوف استخدام الادويه الغير مناسبه مو بس ما يعالج السبب اللي انت رحت له، لا يسيء، لا يعمل سبب، يعمل مشكله، يعمل مشكله جديده، يسبب مشكلة تانية أنت في غنى عنها. فهنا أكيد من البداية إحنا المعلومة اللي إحنا نعرفها نبغى نوعي البشر بخصوصها لازم نعيدها في راسنا مليون مرة. طيب التواصل الاجتماعي مرة رائع إنه يتواصلوا معنا، بس أنا ما أشخص، أنا أقول لهم ما أشخص، والله ما أشخص يا دكتور. لا لا لا، الزيارة الزيارة، خذوا زيارة اللي هو تعالوا عندي نشوف بعض. إينا يعني فعلا قل لي ايش الاعراض اللي عندك، حتى عندي جوالي مليان صور مرضى فم، مليان جوالي، لان اقول لها طب اليوم ايش صار وبكره كيف شكله، كيف صار اول امس، يعني لازم نتابع معاهم. فهي ما هي سهله ان طيب دكتوره، طبعا احنا مع الاسف راح مننا الوقت، ولكن في كثير من الناس بيسالوا فعلا عن السوشيال ميديا الخاص فيكي، لو طبعا يتواصلوا معاكي يعني كنوع من نشر الوعي يرسلوا لي على الدايركت. طيب يرسلوا لي على الخاص، واذا كانوا في الرياض برضو يعني ممكن يزوروا العياده، او في اي منطقه اخرى زملائي الحمد لله تقريبا مغطيين المناطق. فهو حساب اسماء فادن بالعربي، اسماء فادن. حلو، بتويتر هذا؟ ايوه ايوه في تويتر. حلو، بالعربي يكتب اسماء فادن. اسماء فادن ايوه، ويطلع لهم على طول ويتواصلوا معايا، واللي نقدر نساعده أكيد إن شاء الله بإذن الله تعالى في الرياض أو في مناطق أخرى بإذن الله تعالى. شاكر دكتورة وجودك معنا اليوم، اللي فعلا أثرانا بعلم جديد إحنا ما نعرف عنه شيء، ولكن الحمد لله الجاهل عدو نفسه إلى أن يتثقف. وطبعا الله يعطيك العافية دكتورة. دكتورة أسماء أحمد فادن، أستاذ في طب الفم بجامعة الملك سعود كلية طب الأسنان، شكرا لك يا دكتورة، يا لقاء متجدد طبعا أكيد معاك مستقبلا بإذن الله. والله شرف لي، وشكرا لك أستاذ هاني ما قصرت، وشكرا لك على هذا الحوار الشيق، فعلا استمتعنا بالكلام معك وبهذا العلم الجديد علينا فعلا. الله يعطيك الصحة والعافية، وإن شاء الله المزيد 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 من الصحة والعافية على إيدك، الناس كثير هنا في المجتمع يا رب إن شاء الله. الله يقدرنا، شكرا جزيلا. شكرا لك يا دكتورة أسماء، يا هلا، فمعن الله، مع السلامة. طبعا أعتذر من كل الأشخاص اللي بعتوا أسئلة وما سعفنا الوقت نتكلم كثير عن طبعا أسئلتكم أو نجيب سيرتها أو نقرأها، ولكن بإمكانكم تزوروا الدكتورة أسماء أحمد فادن طبعا بصفحتها بتويتر، أنا كنت بتكتب بالعربي بس أسماء فادن، وإن شاء الله بتشوف صفحتها تبعتوا لها الدايركت. كان معكم من خلف المايك أنا هاني المهندس، وكان معانا من الكنترول والإخراج هالة منصورة. أنتم تستمعون لإذاعتكم ألف ألف فم، بنكمل معكم مع بقية البرامج في أمان الله.